حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلاً وسهلاً بكم إلى هذا العدد المتجدد من برنامجكم الثقافي الأسبوعي بيت القصيد. بين أدب السياسة وسياسة الأدب سنرى هل تتراوح المواقف؟ هل ممكن لأصحابها أن يضعفوا؟ هل تتغير بتبدل المصالح؟ أم أن الكلمة الحق حينما تفرض ذاتها يكون لها الغلبة؟ حلقة اليوم شعر بنكهة السياسة وسياسة بروح الشعر وبنفس وطبيعة الشاعر الضيف. رحبوا معي بضيفي هنا بالأستوديو السادة المشاهدين. ضيفي هنا السيد حسن النيفي من سوريا، هو شاعر ومحلل سياسي أيضا. أهلا وسهلا بك في بيت القصيد سيد حسن. تحية طيبة لكم، عميق الشكر لهذه الاستضافة الطيبة. نشكرك في البداية أستاذ حسن، وقبل أن نذهب إلى الشعر دعنا نذهب إلى سؤال فيه من الإشكال ما فيه. بين أدب السياسة وسياسة الأدب أين يقف الشاعر حسن النيفي؟ يجب التأكيد على مسألة أراها جوهرية، وهي أن البعد الإنساني هو المعين الذي يوجه الكائن البشري، سواء كنت في السياسة أو في المجتمع أو في الأدب. ذلك أن هذه الأنشطة إنما تتأسس على جوهر هو الجوهر الإنساني. نعم. فالأدب حين يتعاطى مع السياسة الأصل في ذلك هو إنسانية المرء، إنسانية الإنسان. أحسنت. فهذا هو البعد الذي يحرك. نحن يجب علينا أن نتجاوز المفاهيم التقليدية التي تفصل بين المثقف وبين السياسي وبين الأديب. هذه التخوم هي تخوم غير صحيحة، تأسست على مفاهيم خاطئة. طالما يعني الآن نستطيع أن نقول بكل تأكيد السياسي إن لم تتقوم السياسة على حوامل معرفية وحوامل إنسانية فهي لا قيمة لها، هي نشاط نافل ومجاني. وكذلك الأدب، إن لم يعنى الأديب بالشأن العام، إن لم يحركه الوازع الإنساني تجاه الشأن العام فأدبه لا قيمة له أيضا. وهكذا نرى أن التخوم بين هذه المفاهيم هي تخوم زائفة لا وجود لها. أنت شاعر وكذلك مشتغل بالسياسة، ما هي نقطة الضوء التي لمسها حسن النيفي بتجربته كمحلل سياسي وشاعر أيضا؟ هل ثمة شيء ما وجدته متميزا كان يشدك إلى عوالم السياسة وأنت أحيانا تكتب قصيدة معينة؟ ضعنا في صورة هذه الحالة النفسية التي ربما عشتها أنت. عندما تتعاطى مع الشأن العام، أي عندما تتفاعل أنت كإنسان مع ما يجري ببلدك لأهلك لأهل بلدك، فعندما تتعاطى كسياسي فإنك تتعاطى من خلال منطق عقلاني. نعم. يعني تحاكم الأمور محاكمة عقلانية وتعمل تعطي رأيك، يعني كأن تكتب مثلا مقال سياسي تتعاطى فيه قضية ما. عندما تتعاطى مع الشأن ذاته من زاوية الأدب لعل المسألة تختلف. ذلك أن الكاتب يفكر، الكاتب السياسي هو يفكر والأديب يفكر، ولكن كل يفكر بطريقة معينة. نعم. الأديب يفكر بطريقة فنية بينما السياسي يفكر بطريقة هي أقرب للمنطق الواقعية للعقلانية. طيب حينما نتحدث عن فكرة الواقعية واللمسات الفنية للشاعر وما يحاول أن يعززه من مفاهيم ومبادئ، هل ترى أن السياسة ربما والاشتغال بالسياسة يؤثر سلبا أم إيجابا على الصنعة الأدبية لدى الشاعر؟ دعنا نتحدث هنا بشكل ذاتي عن حسن النيفي. المسألة هي في غاية الصعوبة حقيقة، والمعادلة صعبة، ولا بد من الذي يتعاطى مع الأدب والسياسة بآن معا وخاصة الشعر. نعم. لا بد أن ينحاز بعض الأحيان إلى جانب على حساب جانب آخر،
هذه مسألة واضحة. يعني في واقعنا السوري كما تعرف الثورة السورية هي ثورة لاهبة، والمأساة هي مأساة كبيرة. يعني الآن نحن نعلم على مدى 9 سنوات يعني آلة القتل الأسدية ما زالت يعني مدمرة، ما زال أهلنا يعانون معاناة كبيرة. الاعتناء بالشأن العام السياسي ربما يكون أكثر، لأنه يعني أنت مجبر أن تتعاطى بشكل يومي، كل يوم هناك جديد، المأساة متجددة بشكل يومي، فأنت دائما في مثابرة، في اهتمام بما هو متجدد كل يوم. بينما الأدب يختلف، يعني الأدب هو ليس تسجيل فوتوغرافي للوقائع، الأدب ليس هو صدى آني لما يجري، وإنما إعادة خلق لهذا الواقع، نسميه الخلق الجمالي، خلق فني جديد. هذه مسألة، المسألة الإبداعية ربما تأتي في مرحلة لاحقة، وهي أكثر تعقيداً من التفكير في السياسة. إلى أوائل لمحات الخلق الجمالي الشخصي الخاص بالشاعر حسن النيفي، دعنا يعني لا نتحدث الآن عن السياسي، نؤجله قليلاً ونذهب إلى بكورة القصائد التي ستقرأها علينا، تفضل. أقرأ قصيدة ربما يعني استوحيتها من الفواجع التي نراها، عدد الحصى والتراب في 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 بلدنا سوريا. طفل استشهد أبوه، فكان من جملة من حملوا النعش وذهبوا إلى المقبرة، يا الله، لواري جثة أبيه في القبر. ولكن في الطريق انهمر المطر بغزارة، فلاذ الولد بنعش أبيه ليحتمي من المطر، هو أصر على أن يحتمي بأبيه حيا وميتا. يا الله، جميلة هذه الصورة بكل ما فيها من حزن. شاخ قبلي الزمان واشتعل العمر وفاض النهار ملء عيوني، وطوت سفرها السنون فخلفي تنسف الوهم ساطعات اليقين. أنكرتني هوامش الحزن طفلا واستباحت يفاعتي في المتون، عبثا يصرخ الردى خلف ظهري كعويل الرياح خلف السفين. آن أن ينطق الياباس بصمتي قهر القيد كبرياء السجين. وسعتني هذه البلاد وضاقت بانبثاقات حلمي المكنون. أعد. آن أن ينطق الياباس بصمتي قهر القيد كبرياء السجين. الله. وسعتني هذه البلاد وضاقت بانبثاقات حلمي المكنون. كلما أشرق الربيع بوجهي داهمتني رصاصة في الجبين. الله. فتدفقت يا أبي ملء جرحي تبعث الروح من حطام المنون. قلت لي لا تغب صغيري، فأولى بازدهار الربيع زهو الغصون. أبتي في ظل نعشك أمشي أغرس الخطوة في لهيب أنيني. يحتمي روحك الطهور بحزني أم من الغيث يا أبي تحميني. يا الله، يحتمي روحك الطهور بحزني أم من الغيث يا أبي تحميني. هذه الحالة المعذبة المتواصل عذابها في سوريا الجريحة، كيف لهذا الجرح أن ينتهي ويندمر؟ هل ثمة طريقة ما؟ هذا هو ثمن الحرية. لذلك أقول دائما الثورة السورية هي ثورة كونية، وما يجري على المنطقة بشكل عام وليس سوريا هو ليس مجرد ثورات على طغاة مستبدين هنا وهناك، وإنما هي مرحلة تحول تاريخي حقيقي. لذلك أهلنا السوريون لا يخوضون حربا ضد مستبد ظالم هو نظام الأسد، وإنما يخوضون حربا كونية ضد
قوى الطغيان وقوى الشر في المنطقة بشكل عام، إنهم يواجهون طغاة الروس وإنهم يواجهون طغاة إيران، وكذلك كل حلفاء نظام الأسد، كل الذين يريدون أن يقفوا أمام عجلة التاريخ، أمام انطلاقة الشعوب من أجل حريتها وكرامتها. لذلك هي معارك الكرامة نسميها. من وجهة نظر حسن النافي الشاعر، ما المطلوب اليوم من الشعراء من أجل تحقيق هذا الهدف الإنساني قبل أن يكون هدفا وطنيا؟ ما المطلوب منهم على وجه الخصوص وبسرعة؟ ما هو مطلوب ليس من الشعراء فقط، وإنما من المثقفين، بما أن الشعر والأدب بشكل عام هو من قطاع الثقافة. المطلوب من المثقفين جميعا أن يفهموا مسألة: عندما تستمد ثقافتك من سياق الحياة الاجتماعية، من مفردات مأساة الناس، فعندئذ تكون أديبا راقيا. ولكن عندما تعتقد أنك تعيش في برجك العاجي ولا يعنيك ما يجري لبلدك، فهذه هي الكارثة. نريد أن يتأسس الأدب على البعد الإنساني للإنسان. عندما تستمد مادتك الأدبية، مادتك الإبداعية من شقاء الكائن البشري، عندئذ تسمو وترقى بأدبك ورقيك. بصراحة وعفوية، أكمل أولا ما أريد، ما كنت أريد أن أقوله. يعني نحن الآن عندما نتحدث عن ثورة هي كالثورة السورية وعن تضحيات شعبنا، الآن يعني أريد أن أؤكد كلامي الذي قلته لحضرتك في البداية، بأن ما يجري هو مرحلة تحول تاريخي، بأن الثورات الآن القائمة أيضا في العراق وفي لبنان هي تؤكد ما ذهبنا عليه، بأن المسألة هي ليست مسألة ثورة شعب ضد طاغية هنا أو هناك، وإنما مرحلة تحول تاريخي. انتفاضة الشعب العراقي اليوم أيضا هي تبعث الأمل فينا كأشقاء سوريين في الشعب العراقي. اليوم أهلنا في العراق يؤكدون من جديد انتمائهم الحقيقي إلى العراق العظيم. لذلك أنا لي قصيدة كتبتها منذ أكثر من عقدين ونصف من الزمن، وكأني أراها اليوم تتجلى فعلا بكل إشراقاتها. أريد كنت أشير إلى مسألة أيضا، بأنه الشعر ليس هو فقط يعني أن تكتب أو تصور ما يجري أو تكتب، وإنما هو أن تستشرف أيضا، وهذه لعلها رؤية الشعراء. دعني أسمعك مقطوعة كتبتها منذ العام 91 عن العراق، وكأنها هي تجسد ما يجري اليوم. أقول فيها: تبارك كل النيازك أعراس بابل، فيطفح في أفقها القرمزي حكاية طفل إذا جاع يرضع وهج القنابل، وعن عابد هز سعف الدخيل يسائل عن زاده في الصباح، فخاطبه النخل: قاتل وقاتل، فلن أسقط الرطب غضا عليك، ولن أدرأ الموت عن مقلتيك، وقاتل، فإنك لن تبلغ الله يوما إذا لم يسامحك دمع الثواكل. فإنك لن تبلغ الله يوما إذا لم يسامحك دمع الثواكل. هذا الاستشراف للمستقبل والرؤية الممتلئة بالوجع، وفي ذات الوقت يسكنها شيء من التفاؤل. ربما تقودني إلى سؤال: أيهما يشعرك بالذنب أكثر أو يؤذيك أكثر، اشتغالك بالسياسة أم اشتغالك بالأدب؟ أيهما أكثر أذن لروح الشاعر حسن النافي؟ الإبداع هو نوع من المكابدة، سواء على المستوى الأدبي أو على المستوى السياسي، ولكن هذه المكابدة هي مكابدة عذبة، مكابدة محببة إلى النفس. صحيح أنك يعني تخوض المكابدة الإبداعية وتعاني منها، سواء على المستوى النفسي أو على المستوى الجسدي أو حتى على المستوى الاجتماعي على المستوى المعيشي، ولكن حينما تنجز تجد نفسك تماما، فهي المعادل الحقيقي لوجودك كإنسان. أنت عندما تنجز على المستوى الإبداعي أو الأدبي أو السياسي، وخاصة تحس أن هذا المنجز هو يلبي تطلعات شعبك، يوازي تضحيات شعبك، فعندئذ تحس بأنك إنسان وتنسى كل ما لقيته من عناء. جميل هذا التصالح مع الذات شعرا وسياسة. الآن سنذهب أنا وأنت والسادة المشاهدون لمشاهدة وسماع قصيدة
لشاعر آخر وهي عبارة عن استراحة أدبية لطيفة قصيرة، ما رأيك؟ بكل سرور. إذن مشاهدينا الكرام، نخرج الآن وإياكم إلى فقرة قصيدة للوطن، نتابع هذه القصيدة لأحد الشعراء ومن ثم نواصل ما تبقى في جعبتنا لعدد هذا اليوم من بيت القصيدة. ابقوا معنا. ذاهب آت وآت ذاهب يدري، ولا أدري لماذا لا أنام ولا أقيل. يا ليل ثمة نجمة جنحت فغص بها الحنين، يا ماء ثمة غيمة جرحت فأظمأني الأنين، يا ريح ثمة نغمة كبحت فمولني الرنين. سقطت يدي يا ريح، أين أنا؟ وأصمت واعتراك الجمر حول دخانه صخب، وبي قلق ثقيل، ويد تميل معي لترفع أختها، وعلي تسقط من تميل، والخوف منفتح يشير إلى الجهات، إلى الغيوب، إلى الأحبة في السماء، إلى السماء ولا يحيل. سفر كعادته طويل، أنا لست من سفك الدماء، ولست من سرق الرغيف، أنا لست من خدش السماء، ولست من جرح الرصيف، أنا لست من نبش القبور لكي يخيف وكي يضيف، أنا باحث عني وعن جهة إلي تحيلني، ويد تميل معي لترفع أختها، وعلي تسقط من تميل. فمتى سيتركني الدخيل؟ متى سيشربني النخيل؟ متى سيأكلني البخيل؟ ومتى ستكتمل القيامة بي ويرحمني القتيل؟ سفري كعادته طويل، أعود أين أعود؟ لي وطنان، لا وطن من الوطنين يعرفني هنالك، لا الأصيل ولا البديل، لا البن لا عطر الحبيبة، لا البخور ولا الهديل ولا الصهيل. لم يبق بين فمي وذاكرتي وما سأقول ميل، قلقان لي ويدان من وجع الترقب تومئان، وطعنة ودم قليل. سفر كعادته طويل، أنا لست من وضع الشراك، ولست من رفع اللصوص، أنا لست من بدأ العراك، ولست من قطع النصوص، أنا من غرقت لكي أراك، ومن غرقت لكي أغوص. وكعادة المشتاق يا وجعي أكذب ما يقال، وأسير رغم تساقطي، والدرب قتل واعتقال، وعلي تركض كالبغال سنون غربتك الثقال، وأنا السبيل السلسبيل، وأنا المعذب والمكذب والمذلل لا الدليل، وأنا المهرب والمغرب ليس عندك لي كفيل، وأنا السراب المستطيل، أنا السراب المستطيل، وأموت يوم أموت، وأموت يوم أموت مبتسما فيشربني التراب. وأموت يوم أموت مبتسما فيشربني التراب، وتحوم قافية على جدثي فيخطفها غراب، ويعود وتعود ثانية، يعود معي السراب، ويعود هذا المستحيل.
وأنا المهاجر والنزيل، وأنا المسافة بين صوتي والصدى، وأنا الرحيل، أنا الرحيل، أنا الرحيل. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، ولا نزال في رحاب هذا العدد المتميز جدا من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. ولمن التحق بنا الآن أذكركم بضيف هذا العدد، الشاعر حسن النيفي من سوريا، هو المحلل السياسي أو ما يحلو لك من تعريف، كلها تمثلك وكلها تشتغل بها وكلها تترك أثرا وجرحا، أليس كذلك؟ بكل تأكيد. حينما نتحدث عن الاعتمالات الصعبة التي تلازم الشاعر حينما يعيش موقفا مثلا مثل ما يتعرض إليه الآن أهلنا في إدلب، وعلى وجه الخصوص معرة النعمان، الحزن الذي يتمل في نفس الشاعر ويتوهج فيقوده إلى كتابة نص جديد، أيهما أعمق حزنا؟ الحزن الذي يكتبه فيقدمه إلى الجمهور، أم الحزن الذي ظل دفينا في داخله؟ العملية لا تنفصل، يعني عملية المكابدة الوجدانية نسميها، هي تكون الدافع بالدرجة الأولى، نعم، ويبقى أمامك أن تعبر المرحلة الثانية وهي المكابدة الفنية، أي عملية الخلق الجمالي أو الخلق الفني. علما أنني دائما أؤكد أن الأدب والشعر على وجه الخصوص ليس هو مرآة تعكس الواقع بشكل مباشر بهذا المعنى المبتذل، وليست صدى آنيا للأحداث، وإنما هي إعادة خلق جديد، إعادة خلق فني جديد. وهذه المسألة توجب عليك أن تفصل تماما، أو أن تكون هناك فاصلة زمنية على الأقل بين ما يجري الآن على الأرض وبين عملية الإنتاج الفني. أحسنت، أحسنت سيد حسن. إلى القصيدة الجديدة الآن، ماذا ستقرأ علينا مع عنوان هذه القصيدة، وهل فيها من التفاؤل ما فيها أم أنها قصيدة حزينة كسابقتها؟ بالنسبة إلى موضوع التفاؤل، نعم، لعل يعني معظم من يقرأ شعري ربما ينتابه نزعة من الحزن فيتهمني بالتشاؤم وبالسوداوية. لكنه واقعنا ونحاول تأريخه. أنا لست متشائما، ولكن من الناس الذين يفضلون مواجهة الحقائق ولو كانت صعبة، أفضل المواجهة الحقيقية أفضل من الاختباء وراء الذات أو اختباء. خذنا إلى هذه الحالة الحقيقية المكتوبة بلغة الأدب، تفضل. قصيدة بعنوان صباحك الجرح. صباحك الجرح إني فيه ألتحف، صباحك الجرح، ومن لهيبك جمر الشعر أقتطف، أرنو إليك بحار الحزن تغرقني، وكلما ذرفت عيناك أرتشف، إني حبست بعيني ألف هاملة إلا عليك فطرفي هامل سرف. إني حبست عليك، إني حبست بعيني ألف هاملة إلا عليك فطرفي هامل سرف، مؤزر بتلال الموت يا وطني، في راحتيك ضمير الكون يرتجف، نغفو بصدرك أحلاما مبرعمة، ومن جراحك تبكينا فننذرف، أبكيك لا دمعة، أبكيك لا دمعة ذلت لنازلة، بل للكرامة من عينيك تختطف، أبكيك لا دمعة ذلت لنازلة، بل للكرامة من عينيك تختطف. فكل نبضة روح فيك نازفة، وكل بقعة طهر فيك تنقصف، لي من شموسك آمال مضيعة، وفي جفونك لي ظل ومنعطف، حلم تشظى فمن حوران طلعته تطوى بوضته الأستار والسجوف، فانداحك الموج، فانداحك الموج يروي كل ظامئة إلى الحياة، وفي الأرواح يزدلف، أستنطق الدار، أستنطق الدار، أهلوك الذين قضوا على الحجارة من أجسادهم نتف، محزونة بشميم الموت عابقة، محزونة بشميم الموت عابقة، تسري بأنقاضها
أصوات من هتفوا حام الصغار على أحجارها، حام الصغار على أحجارها، فلكم يسألون وغير الموت ما عرفوا، وغير الموت ما عرف. وماذا بعد الموت؟ قد يحتسون قذى عينيهم عطشا، قد يحتسون قذى عينيهم عطشا، لكنهم من كؤوس الذل ما رشفوا. يا كبرياء دم، يا كبرياء دم يسري بزخته مجد العصور، وتطوى دونه الصحف، كل السكاكين في أعطافهم غمست، كل السكاكين في أعطافهم غمست، وكلما أمعنت في طعنهم نزفوا. سفر البطولة جرح طافح ويد تستلطف الجمر حين الصبر يحترف. نهيم في الأفق أسرابا فينكرنا أخ وينهرنا جار فننكسف. كم من نعيمك قد رويت لهفتهم، ومن حنانك كم ذاقوا وكم غرفوا. فقد نجوع، فقد نجوع وقد نعرى، وليس لنا ظل يعين على حر وملتحف. لن نشتكي الجور، لن نشتكي الجور، ما زالت مواجعنا أنقى وأنبل من جور به عرفوا. صفو الحياة عرفنا كل سائغة، وما استبد بنا لهوا ولا ترفوا. نلقى الشهادة سمارا لها، فمتى جد اللقاء ففي جفن الردى نقف. تشقى الرجولة كم في طبعها نحرت، لما تحطم مصلوبا بها الشرف. إيه لما تحطم مصلوبا بها الشرف. إن يخطف النور، إن يخطف النور، إن يخطف النور من عينيك يا وطني، ففي جراحك فجر ليس ينخطف، ففي جراحك فجر ليس ينخطف. ومن المؤكد أن هذا الفجر عائد لا محالة، وهو مسألة حتمية لا رجوع عنها ولا نكوص ولا انتكاسة. كيف يمكن للحالم الذي يرى آلام وطنه منذ 9 أعوام أو منذ 9 سنين أو يزيد، كيف يمكن له أن تظل هذه الرغبة باستعادة وطنه متوهجة ولا تنخمد أو تفتر؟ هذه هي الرسالة التي يحلم بها كل مواطن سوري. يعني كل الذين انتفضوا ضد الجور، ضد الظلم، وانهتفوا للحرية لأهلهم وبلدهم، فهذه هي، هذه هي الرسالة. إن رأيناها تجسدت فكان ذلك، وإن لم نرها فأملنا كبير أن يراها الأجيال التي تأتي بعدنا. ولكن نحن دائما متفائلون على الرغم من كل هذه الشقاءات، من كل هذه العذابات، بأن القضية السورية تحولت من ثورة مغلوبة إلى قضية. وهذه هي مسألة يجب أيضا يعني التأكيد عليها دائما. يعني نحن السوريين صحيح أن قوى الشر ربما استطاعت على المستوى العسكري، على المستوى باقي المستويات، أن تقهرنا، أن تشردنا من بيوتنا. هي مكنت نظام الأسد من السيطرة علينا، هي تعين نظام بشار الأسد أن يقصفنا بالسلاح الكيميائي وبالبراميل المتفجرة. ولكن السوريين أنجزوا منجزا عظيما جدا بأن حولوا ثورتهم المغلوبة إلى قضية. فقضيتنا إن شاء الله هي قضية رابحة. لماذا؟ لأنها تستمد نصاعتها من عدالة القضية. هل لك أن تستفيد أكثر وتبحر بشكل أوسع فيما يتعلق بهذا التحول من ثورة مغلوبة إلى قضية؟ ما هي الفائدة يعني بهذا التحول حتى يفهم الفكرة بمضمونها المقصود السادة المشاهدون؟ حتى أبسط الأمور أكثر من ذلك، الشعب السوري انتفض ضد نظام ديكتاتوري، نظام فاشي يصادر حرية المجتمع، يعامل الناس كقطيع، سلب الناس كرامتهم، حريتهم، سلبهم حقهم في الحياة، حقهم في العيش، في الحياة. انتفض الشعب السوري. هذه الانتفاضة استطاع النظام بحكم ما يمتلك من قوى مادية أن يتغلب عليها، وأيضا بفضل حلفائه الطغاة، بفضل
تحالفاته الإقليمية والدولية كما ذكرت قبل قليل، نعم. يعني الدعم الروسي والدعم الإيراني، استطاع بفضل ما يمتلكه من قوة أن يتغلب على بنى الثورة. الثورة لها بنى صحيح، كانت لها بنى عسكرية وبنى اجتماعية وبنى سياسية، ولكن هذه البنى لم تستطع أن تواجه قوى الطغيان فيه. ربما تغلب على البناء لكنه لن يستطيع أن يتغلب على الفكرة. هذا هو ما أردت أن أشير إليه، يعني كيف تتحول من ثورة مغلوبة إلى قضية. هو عندما استطاع أن يتغلب على هذه البنى، بنى الثورة، ولكن لم يستطع أن يقتل هذه الفكرة، فكرة الثورة. نعم. يعني الشعب السوري ثار وتمرد، كسر حاجز الخوف، من المستحيل أن يعود إلى حالة ما قبل 2011. نعم. إذن تحولت المسألة من ثورة مغلوبة إلى قضية اسمها قضية سورية، قضية الشعب السوري، قضية الحرية، قضية الكرامة. هذه لا بوتين ولا ملالي إيران ولا آل الأسد يستطيعون إخمادها في النفس السوري. إذن الشروق مسألة حتمية وهو آت لا محالة إلى شروق نيسان الآن. بروق نيسان، نعم. هذه قصيدة ربما تكون طويلة، سأقرأ مقاطع منها. لك أن تقرأها كيفما تحب. نعم، هذه القصيدة تتحدث أيضا ليس عن سوريا، تتحدث أيضا عن العراق. نعم. ويعني المخاض الذي لنستمع إليها. لا مشكلة، تفضل، لك أن تقرأها. هذه القصيدة تتحدث عن مخاض ثورات الربيع، يعني المخاضات ثورات الربيع العربي، كيف أن شعوب المنطقة كلها الآن تدخل في هذا المخاض، وأحيانا تواجه عدوا واحدا، عدوا مشتركا. يعني الآن العدو المشترك الذي يواجهه السوريون ويواجهه العراقيون وأخوتنا في لبنان هو التغول الإيراني. نعم. وتمدد الإيراني الذي يعني صادر أو تغول في هذه البلاد منذ عقود من الزمن، والآن هذه الأجيال الشابة الجديدة أحست بأن أوطانها مستلبة، مصادرة، هي تريد أن تنتزع الوطن من براثن إيران. تفضل. عيد بنيسان أم جرح بنيساني، حبلاني في عنقي عيدي وأحزاني، عقيمة كسراب كل أمنية مثل الهجير على أهداب ظمآني، أسبعة من جنى نيسان عاطرة أم تسعة داهمت بالنار أغصاني، فأيها أنعشت روحي بنفحتها وأيها باغتت بالذل وجداني. أدركت صحويا بعد الموت حين بدت يدي تفتش عني بين أكفاني، تفجر العمر في صحراء غربته وانسابت الروح بحرا دون شطآني، ترمد الحلم يا نيسان ما سطعت إلا الفواجع من نجد لتطواني. مليون ذي قار في أسفارنا انتحبت يلوكها الخوف في صمت وكتماني. يا سيدي يا عراق الخير ما رويت ظمأ النفوس سوى من ثغرك الحاني، جادت عليك خواف الشوق من عمري وأشعلتك حنينا ألف بركاني، فأورق القلب نخلا ملء صبوته وأخصب الروح لحنا ملء تحناني. ما يشبه الحلم لا بل كالسراب بدا سعد يتيه على فسطاط شروى. وفي غد أمتي طافت مشيعة أشلاء أحلامها في شر إذعاني، لا العاديات على بطحائها ضبحت ولا أضاء وميض نقع أشجاني، إني تركت ورائي كل مبهمة وجئت أهتك سري فوق جثماني. أنا العراق يقال اكتظ في جسدي نصال من رضعوا من فيض إحساني. أنا العراق يقال اكتظ في جسدي نصال من رضعوا من فيض إحساني، المالئين كؤوسا من جنى رطبي، الحالمين على أنداء غدراني، الغادرين وما يدرون إذ غدروا متى ستدركهم سكينة الجاني، تناسل الشر حتى من أظافركم أطماع صهيون أم أحقاد ساساني. يا أيها الموت
يا أيها الموت قد شاخت مطامحنا مثل الهشيم تداعى فوق نيراني، إليك ما ساقني ضعفي ولا وهني، لكن غدر بني قومي وخلاني، وإنما انذرفت أنيابهم بدمي ثم الفجيعة هم أهلي وجيراني. يا جرح بغداد، يا جرح بغداد، يا فجرا بمدمعه تمشي مواكبنا من دون عنوان، تمشي مواكبنا من دون عنوان. وحتما سيكون هذا العنوان، هذه الخريطة، هي الوطن الذي سيسترده أبناؤه يوما ما في سوريا، في العراق، في كل جراحاتنا المكلومة على امتداد الخريطة العربية الواحدة. لابد بعد هذه الوجبة الدسمة من التفاؤل المعجون بالحزن الباعث على ضرورة الحفاظ على الأوطان، لابد أن نذهب نحن وإياك إلى فاصل واستراحة قصيرة. مشاهدينا الكرام، نخرج الآن وإياكم إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل، ابقوا معنا. حياكم الله أعزائنا المشاهدين مرة أخرى، ونرحب بكم في رحاب هذا العدد الجميل من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. ولمن التحق بنا في هذه اللحظات نذكركم، ضيف هذا العدد من بيت القصيد الشاعر السوري حسن النيفي. أستاذ حسن، دعنا نذهب إلى الشعر مباشرة قبل أن نذهب إلى نقاش من نوع مختلف قليلا. مقطوعة بعنوان وردة من بلدي. تفضل. ربما تستغرب، يعني هل بقي في بلدك ورود؟ دعنا نرى إذا كان ظل ورود أم لم يظل. نعم. حتما سوريا باقية وهي نعم. الوردة الكبرى ودائما نعم. فيها البساتين يعني خضراء يافعة. كما تفضلت حضرتك، سوريا هي الوردة المتوهجة دائما، ومهما حاول الطغاة أن يشوهوها ولكن نزيفها يبقى عطر. نزيف هذه الوردة ويبقى عطر يتجدد على الدوام ويلهم أهلها. وإنما سقطت قطرة دم حرة تنبت هناك زهرة. تفضل إلى القصيدة الجديدة. وردة من بلدي. يا وردة فقدت نداها فجأة، وسرت دموع القلب في شريانها، تقتات من وجع التراب، تقتات من وجع التراب، وتحتسي حمم الفجيعة من ثرى قيعانها. روت جراح الأرض نبض جذورها، فانثال ملء الأفق فيض حنانها. تزهو ويخذلها الذبول، تزهو ويخذلها الذبول، وكلما ظمئت يسيل الحزن من أفنانها. جفت مآقي الأرض، جفت مآقي الأرض، لا ماء، جفت مآقي الأرض، لا ماء سوى مهج تكاد تفر من أكفانها. تحيا وما تدري أباغتها الردى أم داس نضرتها فجور زمانها. حتى إذا طفح الأسى بجفونها، حتى إذا طفح الأسى بجفونها، حتى إذا طفح الأسى بجفونها، نثرت رحيق العين في أوطانها. يا الله، هذا الرحيق المشتهى يقودني إلى سؤال من نوع خاص. أطرح عليك خمس مفردات، أريد تعريفات منبعثة من روح الشاعر حسن النيفي. لا أريد التعريفات المعروفة لهذه المفردات، وإنما أريد نظرتك الشخصية لهذه المفردات. الدمعة، الصدق، الجرح، الانطلاق، التراب، الحميمية، سوريا، أمنا، الخريطة والحدود،
هي الإطار. إطار صادق أم فيه من الشك ما فيه؟ إطار شكلاني لا أكثر. هو إطار شكلاني صحيح ضروري، ولكن هو إطار شكلاني في وعاء إنساني أكبر. نعم. لأن يعني دائما أنا مقتنع تماما بأن إنسانية المرأة تتجاوز الجغرافيا. حينما أطرح هذه الأسئلة السريعة بكلمات قصيرة وأطلب من الضيف أن يعطيني تعريفا يعبر فيه عن ذاته، أحيانا هناك من يطيل، لكنك اختصرت وكان هذا الاختصار مكثفا وعذبا ومقنعا وممتعا. الآن سنتحدث عن سوريا التي تحب، ولكن بشكل مختلف. سنة أو خمسة أو عشرة، أو يكفي أن تكون فكرة الثورة مورثة للأجيال القادمة. ما الذي تراه؟ هل الحرية بعد سنة أو أكثر، أم ستظل فكرة تورث؟ لا يمكن الرهان على سقف زمني محدد. نعم. لأن الثورة هي فعل تراكمي وفعل متنامي، ودائما هي في مواجهة أيضا مستجدات. تعرف حضرتك أنه يعني الآن ما تشهده الجغرافيا السورية هو ساحة صراع دولي وإقليمي، بمعنى أن دور السوريين قد انحسر كثيرا عن المبادرة، وإنما أصبحت المصالح الإقليمية والدولية هي التي تحترم، وبالتالي هي يعني هي التي سوف تقرر مصير البشر. طبعا هذا الوضع ربما وضع مؤقت، ولكن بالأخير يعني لدي قناعة جوهرية بأنه مهما طال مرحلة تغييب القرار الوطني السوري وتغييب أصحاب الصوت الحقيقي، ولكن لابد أن يعود الصوت الحقيقي صاحب المصلحة الحقيقية في الثورة السورية، لابد من أن يعود ويمسك بزمام المبادرة الحقيقية. سوريا هي لأهلها، ستبقى لأهلها ولأهلها الطيبين ولأهلها أصحاب الكرامة وأصحاب النخوة والمبادئ والقيم. صحيح أن المعركة ربما تطول وأن المواجهة صعبة، ولكن لن يصمد إلا ذلك الصوت المتوهج الذي يهتف بالحرية ويهتف للكرامة. بالعودة إلى الحديث الشعري، وحينما ربما تجد الشاعر حسن النيفي لا يستطيع أن يعبر عن كامل مكنوناته وما في داخله من إحساس تجاه مسألة سياسية معينة، هل ترى أن القصيدة تشدك حتى تكمل الفكرة السياسية بقصيدة؟ صحيح، هذا ملاحظة دقيقة أستاذي الفاضل، لأنه الفكرة أنت تعبر عنها أحيانا سياسيا بطريقة ما، ولكن فنيا ربما تقودك القصيدة إلى أفكار أخرى. ذلك أن العملية الإبداعية لها أيضا خاصيتها. نعم. النوعية. القصيدة هي فكرة تولد لديك، عندما تبدأ بالتفاعل معها فهي تفتح أفقها الخاص، وأحيانا أنت لا تسيطر عليها كما تفعل يعني في المجالات الأخرى. عندما تكتب مقالا أو بحثا ما فإنك تسيطر على أفكارك وتستخدم أحيانا أساليب المنهج وأساليب الكتابة العادية، ولكن العملية الإبداعية لها خاصيتها النوعية. لذلك نقول أنت في الكتابة في السياسة أو في مجال الفلسفة في مجال الفكر تكتب تستطيع أن تخضر أفكارك لنوع من الصرامة المنهجية. القصيدة لا تخضع لصرامة منهجية كما في المنطق وكما في الفكر، لها هي كائن يتحرك له أيضا انطلاقته الخاصة، هو يقودك إلى طرق أخرى أو يفتح أمامك آفاق أخرى. أنت تدخل في عملية إعادة إنتاج جمالي وإعادة خلق جمالي للفكرة الأصلية. هذا هو الفرق بين. لذلك أحيانا عندما تقرأ عن فكرة ما في مقال أو في تقرأ عنها في قصيدة أخرى فلا يخطر ببالك أن هذه القصيدة تحمل بذور هذه الفكرة، لأنها كل من العمليتين له أفقه الخاص ومساربه الخاصة. إلى مسك الختام شعرا الآن هكذا. واسم القصيدة؟ قصيدة هكذا. هكذا عسعس الليل.
هكذا عسعس الليل. نعم تفضل. جن الظلام فلا نجم يبين لنا، وما تدفق في ذا الليل وامض سنا. أيكشف الغد عن فحوى سرائره إذا استبقت إلى أعتابه الزمن؟ أو تفصح الريح إن سألتها عرضا ما بان في خاطر ذا الماء أو بطنا؟ أهذه جمرة ضاءت فأقبسها، أم دفقة من دم سالت هنا وهنا؟ بالأمس أشرق هذا الحلم مؤتلقا ليمطر النفس من لألائه مزنا. فرحت أرسم من أطيافه صورا وميضها بعطور الفجر قد عجنا. غدا أيصبح بوح الروح أغنية، غدا أيصبح بوح الروح أغنية ويستحيل عذابي لذة وجنا. كم من صباح تداعى بالرؤى عبق خبأت في نفحه ذكرى وبعض منى. تحدر الحزن من عليائه قدرا، تحدر الحزن من عليائه قدرا، فما تخير إلا مهجتي سكنا. فهنأ فهنأ حظيت بأحزاني وأترفها جرح يعطر من أطيابه الوطن. أجاذب الحزن محموم الفؤاد، أجاذب الحزن محموم الفؤاد كما تجاذب العين من تسهيدها الوسنا. فعانقتني قوافي الشعر حانية كما يعانق طير في الربا فننا. هذه سبيلك، هذه سبيلك، فادع الله ملتمسا هدي البصيرة وانسى الهم والشجنا. أشرع جفونك هذه الأفق ملعبنا، أشرع جفونك هذا الأفق ملعبنا، مد الجناح وحلق ما استطعت بنا. لنا الحنين وللأيام جفوتها، لها البحار وأنداء الجراح لنا. عرائس الفجر، عرائس الفجر أطياف يعابثها نفح الصباح فيلوي قدها اللدنا. ألقت علي غلالات الجمال ضحا، أبردة ألبستني اليوم أم كفنا؟ يا نظرة بعتون الأفق، يا نظرة بأتون البحر غارقة لا صاريا عانقت فيها ولا سفنا. أنا اللهوف على الدنيا وبهجتها، أنا اللهوف على الدنيا وبهجتها، وفي الضلوع شظاياها فوا حزنا. هذا حطام سنين، هذا حطام سنين أدبرت ومضت، فاستنطق الرمس أو فاستنطق الدمنا. فاستنطق الرمس أم فاستنطق الدمنا. أخي أخي أتذكر إذ ناديت ملتمسا منك الوداد لنطوي دربنا الخشنا، وانساب كفك في كفي تعاهدني أن نسقي الأرض إن شح الندى دمنا. فما لسيفك في ظهري يباغتني، وما لخطوك دون الوعد قد حرنا؟ أم تلك كفك تذر الريح في مقلي، أم تلك كفك تذر الرمل في مقلي، وذاك سهمك في الأحشاء قد سكن. أخي أخي أأنت تمج السم في عضدي؟ زعاف صدرك في نبضي قد اقترنا. فعش فديتك، فعش فديتك ما كفي بمنبسط إلا ليدرأ عنك الحيف والغبنا. أخي أتعذر، أخي أتعذر إذ أضرمت في شفتي كأس الشقاء فأشقى الطامحين أنا. الحاملين شموس الفجر راعفة، الحاملين شموس الفجر راعفة بين الضلوع وما في الأفق وامض سنا. لاحت لعيني يا دنيا، لاحت لعيني يا دنيا عفت بهجتها، وجئت أنشد في ليل الشقاء منى. فاسفح على القلب كأس النور طافحة قد ينعش الروح ما قد يرهق البدن، قد ينعش الروح ما قد يرهق البدن. يا أمة عصب التاريخ جبهتها بالكبرياء فأمسى هديها سننا. تبكي بصدرك آمال محطمة وتزدهي محن قد أورثت محنا. لهاث جرحك في قلبي، لهاث جرحك في جرحي يؤرقني، أن ارتحلت فما لي عن شقاك غنى، أن ارتحلت فما لي عن شقاك غنى. لينتهي هذا الشقاء أكثر. أكلما أكلما عصفت ريح بطاغية شاد الرعاع له من نتنه وثنى. لا يخصب الطيب في الحرث الخبيث،
لا يخصب الطيب في الحرث الخبيث، ولن يسجي القبيح إليك الطيب الحسن. قد يعذب الذل في نفس الذليل، كما يستعذب الحر دون الكبرياء ظنا. الكبرياء باق لا محالة، وسوريا باقية، والإنسانية بكل ما فيها من تكاسل، إلا أن جوهرها سيظل حرا ما حيينا وما بقينا. رسالة الشاعر حسن النيفي والسياسي الناظر بعين الواقع إلى ما يحدث في بلده سوريا، رسالتك إلى الإنسانية جمعاء، رسالة تذكير في ختام هذه الحلقة، ماذا عساك قائل؟ يعني عندما يعني أتحدث، أنا أتحدث كإنسان بالدرجة الأولى، أناشد الإنسانية جمعاء، أناشد أصحاب الضمائر الحية، أناشد كل الشرفاء في العالم. أنا كإنسان مواطن سوري بغض النظر عن أي صفة اعتبارية أقول لهم اليوم يعني نشهد حالة خذلان حقيقي، لخذلان الضمير العالمي لأهلنا سواء كانوا في سوريا أو في العراق. نقول لهم نحن شعوب نحب الحرية، نحب الناس، نريد أن نعيش كبشر مكرمين. نقول لهم اليوم القيم التي ترفعونها والشعارات التي يتشدق بها العالم الغربي حول مسائل حرية حقوق الإنسان وكافة الحريات، نقول هي الآن على المحك، هي في امتحان حقيقي. الآن ما نراه من قوى الشر حين تنالنا، يعني تنال أطفالنا وتنال أهلنا، عندما ترون هذه طغاة العالم يقتلوننا، يهينون أهلنا، هذا هو المحك الحقيقي، هذا هو الامتحان الحقيقي لخطابكم حول الحريات، حول الكرامات. إننا نستصرخ ضمائركم، نقول إن ضميركم اليوم هو في امتحان حقيقي. فهذا ما نتحدث به إليكم أيها أصحاب الضمائر الشريفة، أيها الناس، أيها الكرماء. إننا نحن كسوريين، كعراقيين، كلبنانيين، نقول لهم نحن لسنا كما تدعي أنظمتنا التي تقتلنا، لا، نحن لسنا إرهابيين، نحن نقاتل الإرهاب. نقول لهم إن هذه الشعوب، إن هذه الطغاة التي تقتل شعوبها هي من تولد الإرهاب، هي التي تصدر إليكم الإرهاب، وليست هذه الشعوب التي تدافع عن الحرية. فانتهاك هؤلاء الطغاة لقيم الحق، لقيم الحرية، هو ليس استعداء على دمائنا فقط، هو استعداء أيضا على وتعدي حقيقي على القيم التي ترفعونها أنتم أيضا. أحسنت أستاذ حسن النيفي، الشاعر السوري أو الشاعر السياسي أو السياسي الشاعر، كلها مكملة لما تؤمن به وتشتغل به من أجل وطنك وبلدك وقضيتك التي تؤمن بها، ونحن على ذلك طبعا من الشاهدين. مر هذا الوقت سريعا وانقضى اللقاء، أتمنى أن تكون الحياة كريمة بالقدر الذي يتيح لنا تكرار مثل هذه اللقاءات الجميلة مرة أخرى. سيد حسن، أنا سعيد جدا بهذه فعلا الدقائق التي مرت سريعة كما تفضلت، وكل شوق أن يتجدد اللقاء. مع شكري العميق لقناة الرافدين على هذه الاستضافة الطيبة، وشكرا لك أيضا أستاذ مصطفى، شكر خاص لك، شكرا جزيلا على جهدك وعلى نبلك الذي حرك في أيضا كوامن ما أتحدث به. أشكرك جزيلا. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا اليوم من برنامجكم بيت القصيدة. الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر جديد، وحتى ذلك الموعد لكم مني أطيب التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله، إلى اللقاء.